صباح الخير. إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الدولة اللبنانية، الترشيحات المشبوهة. هل غض النظر عن غسان سلامة كمرشح لمنصب المدير العام التنفيذي لمنظمة اليونسكو حصل عن عمد أو عن جهل؟ فلماذا يتم تجاهل مسيرة هذا الرجل الاستثنائي لحسابات رخيصة؟ غسان سلامة المعروف بأفاق عالم الثقافة والدبلوماسية والفكر، هو عميد معهد باريس للشؤون الدولية وأستاذ العلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية بباريس وبجامعة كولومبيا بنيويورك، والوزير السابق لحقيبة الثقافة، وأيضا المستشار السياسي السابق لبعثة الأمم المتحدة بالعراق، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والعضو بعدد من المنظمات العالمية غير الحكومية، وبرصيده عدد من المؤلفات العربية والفرنسية، واللائحة تطول وتطول. ولكن كل هالتاريخ الحافل بالثقافة والاستقامة ما أقنع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير خارجيتها بترشيح غسان سلامة كونه الأكفأ لمنصب المدير العام التنفيذي لمنظمة اليونسكو. قرار استبعاده جريمة بحق الوطن وأبنائه. بمثل هالأداء الهزيل بالسياسة والدبلوماسية عم ترسم السياسة الخارجية بالبلد. فالوزير الصهر توج أدائه المراهق باستنكافه عن استقبال المندوب الأممي ووفد الرفيع. فمن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان مع شارل مالك، إلى حنكة فؤاد بطرس بالخارجية، إلى ضيق الأفق وسياسة الضيعة اليوم، ويا مختار المخاتير. من الشلل يلي أصاب الخارجية إلى التغير المناخي يلي ضرب زراعة اللوزيات بلبنان. تقريرنا اليوم بينقل معاناة المزارعين يلي عم بيواجهوا أدار الغدار من جهة، والمنافسة غير المشروعة من جهة تانية. تقرير للزميل خالد أبو شقرة. مع بداية الربيع بتتحول القرى والبلدات الجبلية لورشة عمل دايمة، بينهمك فيها المزارعين بالعودة لأراضيهم، بيقلموا الأشجار، بيحرثوا الحقول وبيعتنوا بالمحاصيل، وبيعاودوا إصلاح ما أفسدوا الشتاء وعواصفه. فرحة العودة للأرض والحماس اللي بيبديه المزارعين عم بيصطدم بعقبات ليس أقل أهمية التغير المناخي. فمن بعد شمس شباط اللي خدعت اللوزيات ودفعت بأزهار لتتفتح على بكير، إجا أذار الغدار ليقضي بعواصفه على نسبة كبيرة من الإنتاج والمحاصيل. اليوم قطاع الزراعي يعني صفر، أنت بتعرف يعني الوضع الزراعي شيء مأساة، يعني كل العالم عم بتعيش هذا الوضع. تقلب الطقس، ما هو بس يجي شتى سقعة، هاي الدنيا الحبة الفواكه كلها هي بتنزل. أغلب الشجر عندنا هون جنك ولوز وخوخ، يعني منكون عاملين حسابنا أنه مبين الموسم مهم يعني، وفي زهر وفي عقد وهيك، بتجي الطقس بيتغير. هلق بتصير يعني هلا بالعادة تصير، بس أنه عم التغير والبرد وهيك عم بيأذي كتير، يعني بيضر الزهر، بتنضرب الحبة الجرينك والهالشغلات. كنا يعني بالسنة الماضية كان انه في خنازير وفي حيوانات عم تيجي تبحش بالارض وهيك، هلق بس بعد الشتاء وهيك اجا البزق، عم بيرعاها رعية للزراعين. التغير المناخي منه العنصر الوحيد بضرب زراعة اللوزيات اللي بتزدهر بالقرى على ارتفاع 500 متر، وإذا كانت تبدلات الطقس منا بالإيد ومن الصعب الحد من تأثيرها، فإنه ارتفاع أكلاف الإنتاج والمنافسة الشرسة للإنتاج الوطني واستغلال التجار للمزارعين عناصر يمكن علاجها، وهي عم تمنع المزارعين من سد أكلاف إنتاجهم وتأمين لقمة عيش كريمة. يعني يبقى نطره من أول سنة لآخر سنة هالموسم يستفيد منه، يعني أغلب الإنتاج بياكلوا التاجر وبيروح يعني بين كلفة على الأدوية الزراعية، هذا عدا عنه كلفة الدواء يعني عالية مش عطاة النتيجة السليمة. عنا نحن بنعتمد على الزيتون، بنعتمد على اللوزيات، هي جنارك أكتر شيء،
يعني المزارع بس يبلش يستفيد دغري بينزل لك الجرنك السوري بكل صراحه. يعني الجرنك السوري عم بينزل عمل بينزل السعر للارض، يعني المزارع ما عم يطلع ثمن الاسمده، ما عم يطلع ثمن فلاحه الارض. يعني بيجي كيماوي ما بناخذ كيماوي، سمان ما بناخذ، يعني في تقصير من وزاره الزراعه. أبو عصام اللي عمل بعد خروجه من قطاع البناء على استصلاح أرض زراعية بضاعته كفر فقود لتكون ضمانة لشيخوخته ومصدر رزق له ولعائلته، بيروي بكلمات قليلة معاناة المزارعين اليومية اللي عم تدفع بأبناء القرى لهجرة أراضيهم وتحويلها لأراضي بور. إنه هلا كنت أول شيء أنا بالبنيان، طيب هلا ابن 61 62 سنة ما عادش في، إنه بيجي لهون شو إنه مثلا بس أخذ الحال ماشيين حالنا يعني. أما ابني اليوم ما فيه قل له مثلا هاي أرضك تشتغل فيها يعني حتى يستمر ويعيش. هذه كانت كلها أرض مستصلة هاي هون، تحولت كلها لغابة يعني لشجر بري يعني كيف؟ لا ما في حدا يعني مين في المين. أي شاب تتراقب وتيجي لها مشان يشتغل مشان يعطي ويستفيد يعني، ولا ممكن بأي شكل من الأشكال يكون تقريبا إنه تقنع لواحد معلم اليوم تاع استصلح. ما هو التفاعل مع الطبيعة ضروري يعني، الإنسان يتفاعل مع الطبيعة ويضل، بس ما في نتيجة، بس ما في نتيجة بده يستمر حسب الشيء اللي عم نعيشه اليوم والواقع اللي عم نعيشه. المعيشة صعب كتير. فقدان الأمل بالعمل الزراعي هو العنصر المشترك بين أغلبية الشباب، ولعل هالجواب على سؤال إن كان ممكن يعتاش الفرد من العمل الزراعي هو خير دليل على المأساة اللي وصلنا لها. بتعيش بتموت، نعم بتعيش. منتابع حلقتنا. زمن هو عنوان الأمسية يلي أحيتها فرقة أماكن على مسرح جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية. الفرقة الموسيقية اللي كانت بقيادة المايسترو أندري الحاج قدمت مختارات من التراث الشرقي واللبناني الأصيل، وكل التفاصيل بهالتقرير. اهتموا بالغناء والموسيقى التراثية والحديثة، ومزجوا بين الجاز والعربي دون المس بالهوية الموسيقية لأي مقطوعة. هني فرقة أماكن، النموذج غير التقليدي لأي فرقة موسيقية. من على مسرح جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية قدموا أمسية فنية بروحية فيروزية ورحبانية. في كتير جروبات موسيقية، يمكن في أوركسترتين كبار، بس لازم يكون في كمان نماذج جروبات صغار، وهذا يعني مفروض يكون موجود. هيدا الفرقة مميزة بأنها عندها أفكار موسيقية متعددة، ونحن شغلين بكتير فرق ونعرف أنه هالفرقة كتير مميزة. نحن نشتغل تقريبا كل الأنواع، بس أنه فكرة هي أماكن مثل أي مطرح حلو بتعدي فيه، أماكن حلوة يعني تكون على هالأساس
بنشتغل الموسيقى تبعنا واجتمعنا على هيدا الهدف اللي هي هالاغاني الراقية الحلوة اللي ما بتموت. مسرح جمال عبد الناصر المسرح التاريخي والعريق منح فرقة أماكن شرف تقديم أجمل المقطوعات الموسيقية يلي كلها عاطفي وفرح وشجن، بالإضافة إلى أغاني طربية أصيلة ضمن أمسية عنوان زمن ومن تنظيم جامعة بيروت العربية. الجامعة حريصة على انها تقدم انواع الفنون المختلفه لان دي بتدعم العمليه التعليميه. كل سنه بجامعه بيروت العربيه كاجنده ثقافيه بيكون عندنا سيلكشن من الكونسرت، ومن هاي بننطلق للناس الاكاديميين اللي شوي بيشبهونا. هيدا تاني مره بنجيب المايسترو اندري الحاج، هذيك السنه كان مع الاوركستر يعني هي كانت موجوده، ودايما في معارض بالجامعه، دايما عم نعمل مسابقه القاء باللغه الفصحى كل سنه بنعملها. على طول بنحرص انه يكون في عنا امسيات ثقافيه بتعزز الموسم الثقافي تبع الجامعه. مشكوره جامعه بيروت العربيه على انه ما عم تكتفي بس ببث القيمه التعليميه والجامعيه ورفع مستوى التعليم الجامعي في لبنان والعالم العربي. مشكوره كثير لانه عم بتكون صرح للابداعات الفنيه والثقافيه. إلى ذاكرة الحضور رجع الزمن إلى أجمل أغاني الماضي، فأعيد إلهم الأمل والحياة من جديد. جامعة بيروت العربية ما عم بتقصر، دايماً عم تعمل نشاطات كتير حلوة، وهالأمسيات الغنائية كمان كتير بتذكرنا بأيام زمان. قلنا زمان ما عم نسمع إلا إذا نحن حطينا السي دي بالبيت أو الكاسات اللي عنا بالبيت. يعني لما نسمعت هالخطوة اليوم كتير شجعت وأنا جيت لأحضرها. يعني نحن معودين هون على الجامعة طول في عندهم أشياء حلوة بقدموها، واليوم جايين نسمع هذه الأمسية، يعني إن شاء الله كلنا متحمسين لها. الأمسيات الفنية بتضل أفضل واريح للفكر. بيروت ام الدنيا بهالامسيه حتعطيها اضعاف واضعاف بالرونق والجمال والاشعاع. بظل كل هالاوضاع والظروف اللي عم نمرق فيها ترجع بتحيه وتعطي انه لا في امل ببكره.